قلنا إليكم السلام قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلمون إليكم المرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ومن لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دون الله آلهة يعني شفاعتهم شيئا ولا ينقصون إني زمت في ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قال ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون أغفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ومن منزلين كانت إلا صيحة واحدة وحسرة على العباد ما يستهزئون ألم يروا أن أهلكنا قبلهم أنهم إليهم لا يرجعون كل لما جميع لدينا مخضرون حياة لهم الأرض الميتة حين